في وجود للفوانيس الصينية عم خليك دلوقتي في الأسواق؟ يعني فوانيس الصينية موجودة دلوقتي هنا بتتباع؟ موجودة في كل الدنيا وما تلغتش زي ما قالوا ولا أي حاجة. بتنزل مع اللعب. العام اللي فات ان هو صدر قرار بمعنى حظر استيراد الفوانيس الصينية. ولا ده كل ده أونطة، القرارات دي أونطة عشان تزيد، وهي زادت، نزلت زادت الضعف، كل ده عشان تزيد. الفوانيس الصيني هنا في ناس بتيجي تشتري برضو؟ بتشتري، هي اللي ماشية عشان اللعبة أي حاجة وبتلف وبتعمل شوية بكش كده وزودوها، كل لعبة 20 جنيه و 25 جنيه. أقل فوانيس صيني هنا بيتباع بكام؟ ب50 جنيه و45. وأنا اللي بيتباع أكتر هنا عندك، الصيني ولا المصري؟ لا المصري هو بيتباع أكتر، بس الصيني السنة دي شغال. لا هي اغاني رمضانيه، لكن مفيش لا اما بيجي غلطه اغاني تاني اجنبيه في الفانوس بنرجعه، محدش بيرضى ياخد، هم بياخدوه حلو حلو ورمضان جانا والكلام ده. لكن مفيش فوانيس بتغني اغاني شعبيه؟ لا 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 ولا مهرجانات؟ لا ولا مهرجانات ولا الكلام ده، كل دي اغاني رمضانيه. شكرا. انا اسمي ابو يوسف. طب عم ابو يوسف، رغم قرار منع استيراد الفوانيس الصيني الا ان هو موجود في الاسواق، فكنا عايزين نعرف السبب. هي دي بعض الحيل بتاعت المستوردين اللي هم عملوها لعب اطفال، ما عملوش فوانيس، اشتغلت هنا على السنه، اشتغلت المكان بتاعها اللي هو بتاع اللعب الاطفال، حتى مكان في نص رمضان. ادي القصه كلها. ودي بقى في ناس بتيجي تشتريها كتير ولا؟ طبعا، بس هو كله معتاد ان هو كده كده دي فوانيس، يعني هو كله معتاد النغمات بتاعتها في كلها فوانيس، فكده اللي بيجي الزبون بيقول لك ان هو ده فانوس، بس هو مش فانوس، هو ده الفانوس بتاعنا. الفانوس دوت الفانوس الصالح. لا يعني ما كانش في استيراد للفوانيس اللي هي زي السنه اللي فاتت بتاعتك، لكن كل الفوانيس اللي نازله الايام دي عباره عن لعب اطفال. لعب اطفال. كان في برضه ان هو بيقول في فوانيس نازله بتغني مهرجانات واغاني شعبي، الكلام ده حقيقي ولا لا؟ لا والله ما صادفتهاش، بس هو اكيد فيها. انا قرر استيراد الفوانيس الصيني اللي هي موجوده في الاسواق، ممكن نعرف السبب ايه؟ هو كده كده قفلوا الاستيراد كله، واغلبيه الفوانيس اللي موجوده دي كلها بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبليها، والتجار هم اللي رافعين السعر يعني. طب ان هي كترت في الاسواق السنه دي ايه السبب؟ هل في كان استيراد جديد من التجار ولا كان تخزين ولا ايه؟ كان ايه بالظبط؟ هي في حاجات دخل، وفي اغلبيه الفوانيس اغلبيه الباقي كلها مخزنه، فالتاجر بيستغل الظروف ان الدولار ارتفع، ويقول لك بقى ان الدولار ارتفع فعلى كل الفوانيس اللي دخلت. بالنسبة للفوانيس اللي بتغني مهرجانات واغاني شعبية دي موجودة فعلا ولا كلام؟ لا 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 مش موجود. لا لا كلها بتقول رمضان رمضان جانا وحوي وحوي.